بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من سائل للبرنامج، يقول: فضيلة الشيخ، ما الأشياء والأسباب التي تجلب السعادة للإنسان في حياته، وبأي شيء تكمن السعادة، وأين مصدرها، وكيف يحس بها الإنسان مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن السعادة بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر: لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة بتقوى الله، بفعل أوامره ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله، الاعتماد على الله. نعم. يقول في سؤاله الثاني الشيخ: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه الهموم، أو أن الله عز وجل حفظه من الهموم والغموم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، فهو يحزن عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يهتم إذا جاءه ما يهمه، ولكنه صلى الله عليه وسلم قوي التوكل على الله وحسن الظن بالله، ويتقرب إلى الله كلما أهمه شيء فزع إلى الصلاة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كان يفزع إلى الصلاة ليستريح بها من هموم الدنيا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وإلا ليس هناك أحد في هذه الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم، يسلم من الهموم والأحزان والمصائب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم حفظكم الله بالشخص الذي من الله عليه عز وجل بالهداية والاستقامة على الطريق الصحيح، ثم استقام، ثم يقوم هذا الشخص بسرد واقعه الماضي، سواء في الاستراحات أو في المنتديات، يقول: عملت كذا وسويت كذا في الماضي، فما رأيكم بهذا؟ هذا لا يجوز أن الإنسان يذكر ما حصل منه في الماضي من السيئات والذنوب، ويظن أن هذا من التوبة. يتوب إلى الله عز وجل ويسر نفسه، هذا هو المطلوب. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: إذا صلت المرأة بالنساء فأين تقف؟ الأفضل أن تقف في صفهن، ويجوز أن تتقدم عليهن كإمام الرجال. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ: ما المطلوب والمشروع التي يجب أن تكون في حجاب المرأة المسلمة؟ المطلوب في حجاب المرأة المسلمة أن يكون ساترا لها، ضافيا عليها، وأن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يكون ليس فيه زينة. نعم. أخيرا تقول السائلة فضيلة الشيخ: بعض النساء تتساهل في عدم ستر عورة الطفل الصغير، وتقول بأنه صغير لا بأس فيه. لا، ستر العورة واجب من الصغير والكبير، ولا حاجة إلى كشف عورة الطفل إلا عند الحاجة، عند تنظيفها أو عند حاجة إلى ذلك، وإلا فهي تستر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا شيخ يقول: صلى بنا إمام المسجد الظهر، وبعد الركعة الرابعة قام ظانا منه أنه صلى ثلاثا، فما الحكم في مثل هذه الحالة، وما حكم من دخل معه متأخرا، وما الأحكام المترتبة على المأمومين مأجورين؟ إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، وجب على المأمومين الذين يعرفون أنها زائدة أن ينبهوه بأن يقولوا سبحان الله
يسبحون به حتى يرجع، فإن لم يرجع فإن الذي يعلم أن هذه الركعة جائزة لا يقوم معه بل يجلس، وهو بالخيار، إن شاء ينتظره إلى أن يسلم ويسلم معه، وإن شاء سلم لنفسه. نعم. يقول أخيرا: إذا عطس المأموم وهو في الصلاة وقال الحمد لله، هل في ذلك بأس؟ لا بأس بذلك، ولكن لا يرفع صوته بها، يكون خفيا. نعم. عبد الله عبد الرحمن من اليمن يقول: أنا سائل وأسأل عن حكم المعاملات المصرفية التي يتم فيها إرسال وتسليم المبالغ المالية من بلدان خارجية يتم فيها استلام المبلغ بالريال السعودي أو أي عملة خارجية وتسليم المبلغ في اليمن بالعملة اليمنية، وهذا يتم بموافقة المرسل والمستلم، أفيدونا في هذا؟ القاعدة الشرعية التي جاء النص بها أن بيع النقد بالنقد صرف، شرط فيه تقابض في المجلس، إذا اختلف الجنس نقد بنقد آخر يعني اختلف جنس النقود فإنه يجوز فيها التقابض، لكن لا بد من التقابض، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وإذا أراد أن يرسل المبلغ إلى بلد فإنه لا يصرف في البلد الآخر، وإنما يشتري العملة التي يريد إرسالها، يريد تسليمها في البلد الثاني، يشتريها من البلد الذي هو فيه ويرسلها، يحولها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس قد يستخدم عمال زراعيين لمزرعته، ولكنه يقوم بإرساله إلى مزارع أقاربه يوما وتارة إلى مزرعته، وأسبوعا يرسله لتصليح أعمال غير الزراعة كالتجارة أو إصلاح المواسير وغيرها، هل يجوز لصاحب هذا العمل أن يقوم بإرسال مثل هؤلاء العمال؟ المسلمون على شروطهم، فيستعمل العمال في العمل الذي استخدمهم من أجله، هذا هو الأصل، ولا يلزمهم بأعمال أخرى إلا برضاهم، إذا رضوا بذلك فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو صالح من أبها يقول: شيخ، من أخذ مالا من محل تجاري يعمل فيه بدون علم صاحب المحل واشتغل به في التجارة وخسر في بعضه واستفاد من بعضه، وقد اختلط هذا المال مع ماله، ماذا يعمل مأجورين؟ لا يجوز له أن يأخذ من المحل الذي هو يشتغل فيه مالا لنفسه خاصة ويشتغل به لنفسه، هذا من الخيانة، لأنه أمين في هذا المحل لا يشتغل إلا لصاحبه، فما فعله هذا السائل خطأ كبير، وعليه أن يرد المبلغ بأرباحه، يرد المبلغ بأرباحه لأنه لصاحبه وليس له، ويتحمل الخسارة أيضا، يخسرها لصاحب المال، المهم أنه يرد المبلغ إلى صاحبه، وإن كان فيه مكاسب ومرابح فإنها لصاحب المال وليست له، لأنها نماء ماله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم مزية خاصة به؟ وهل يجوز عند الدعاء التوجه إليه؟ وما هي الزيارة الشرعية له صلى الله عليه وسلم؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر القبور، من ناحية أنه لا يجوز التبرك به والتمسح به وبجدرانه، وكذلك لا يجوز الدعاء عنده لنفس الزائر، لا يدعو لنفسه عند القبر، وإنما يعني إذا أراد الدعاء لنفسه يتوجه إلى المسجد ويدعو مستقبل القبلة بعيدا عن القبر، وإنما المشروع في حق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يزوره ويسلم عليه، يستقبله ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول: شيخ، زوجي يخرج من البيت وهو جنب ويذهب إلى العمل ولا يغتسل من الجنابة إلا إذا جاء إلى البيت الساعة 2:30 ثم يغتسل ويصلي الظهر قريبا من العصر، ما حكم فعله ذلك مأجورين؟ لا بأس أن يخرج الإنسان وعليه الاغتسال من الجنابة وغيرها، ولكن كونه يغتسل ويبادر بالاغتسال ويخرج وهو طاهر أفضل، ولكن الخطأ هي أنه يؤخر صلاة الظهر تقول إلى العصر، أليس هناك مساجد؟ أليس هناك أذان يسمع الأذان؟ فعليه أن يغتسل وأن يصلي مع الجماعة ويذهب إلى المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. من اليمن السائل قاسم يقول: أراقب طلوع الفجر حتى أرى الخيط الأبيض من الفجر فيسفر الوضوء بسرعة، هل أقدم الأذان قبل بعشر دقائق مثلا؟ إذا كان فيه بر، إذا كان فيه بر ويرى طلوع الفجر يؤذن على طلوع الفجر ولا يتأخر. أما إذا كان في بلد في أنوار وكهرباء ولا يميز الفجر، عليه أن يعمل بالتقويم توقيت، عليه أن يعمل بالتوقيت الذي يوزع من قبل الحكومة على المساجد وعلى الدوائر يعمل به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من اليمن: بالنسبة للشيخ للحملات الذي تقوم بترحيل الحجاج من اليمن عن طريق الجو إلى جدة ومن جدة إلى المدينة، ثم يمكث أسبوع وبعد ذلك يتوجهون إلى مكة فيحرمون من أبيار علي، ما حكم هذا العمل؟ لا بأس به، لأنهم جاءوا قاصدين المدينة، جاءوا من اليمن قاصدين المدينة ومروا بجدة، تجهنا إلى المدينة يذهبون إليها، وإذا رجعوا من المدينة يحرمون من ميقات أهل المدينة من أبيار علي. نعم. جزاكم الله خيرا. من عنيزة ميم حاء يقول: يا شيخ، أنا موظف حكومي وقد أحلت على التقاعد، وخلال خدماتي كان يحصل مني أحيانا شيء من التقصير في الحضور للوظيفة بداية الدوام، وقد أخذت إجازة اضطرارية من غير ضرورة، فهل تبرأ ذمتي بإيداع مبلغ من المال في حساب إبراء الذمة الذي وضعته الدولة، وهل يصل المبلغ إلى بيت مال المسلمين؟ أولا، على المسلم إذا تولى عملا أن يقوم به على وجهه المطلوب ولا يتساهل في أدائه، هذا أمانة في ذمته من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه أجير يأخذ أجرا في مقابل عمله، فلا يأخذ الأجر وهو لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب. ثانيا، ما حصل من السائل، نعم يدفع ما عنده من المال الذي يرى أنه لا يستحقه، يدفعه إلى الحساب المعد لذلك لإبراء الذمة، تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمعة من اليمن تسأل: بالنسبة للمرأة، هل لها أن تجمع شعرها فوق رأسها أمام النساء؟ وما نصيحتكم للمرأة في تحفظها مأجورين؟ المرأة لا تجمع شعرها فوق رأسها، لأنه يكون له حجم كأنه رأس آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نساء في آخر الزمان لأنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت هي نوع من الإبل له سنامان، إذا جعلت الشعر فوق رأسها صار له حجم كحجم الرأس، فيكون كأن لها رأسين، فتدخل في الوعيد، عليها أن ترسل الشعر من جوانب الرأس، ترسله ولا تجمعه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخت المستمعة تقول: إذا أعطانا شخص زكاة ماله ونحن لسنا محتاجين لها ولم نسأل الناس، فهل علينا شيء إذا أخذناها؟ لا يجوز لكم أخذها وأنتم لا تستحقونها، ولا يدري يظن أنكم مستحقون، فإذا كنتم أنتم غير مستحقين فلا تقبلوها، وقولوا يعطيها لمن يستحقها غيركم. نعم. تسأل عن البسملة، هل هي آية في سورة الفاتحة وهل يجهر بها، وما المقصود سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ البسملة ليست في سورة الفاتحة ولا غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة نزلت بين السور، إلا بين براءة والأنفال إنها لا تكتب لأنها لم تنزل في هذا الموضع، هذا هو الصحيح من قوله العلماء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما في الحديث الصحيح، ولم يرد أنهم يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه يأتي بها سرا، يستحب له أن يأتي بالبسملة سرا قبل الفاتحة قبل السورة. وأما أنها من الفاتحة فالراجح أنها ليست من الفاتحة، بدليل هذا الحديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها معها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من السائل صالح من جدة يقول: هل يجوز للشخص أن يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يستنجئ؟ لا،
يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. من شروط صحة الوضوء تقديم الاستنجاء أو الاستجمار قبله إذا حصل منه خارج من بول أو غائط. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل صحيح بأنه يعفى عن يسير الدم إذا أتى على الثوب؟ وما هي النجاسات التي يعفى عنها؟ ينبغي للمسلم أن يكون ينظف ثوبه من الدم ومن غيره، لكن لو قدر أنه صلى وفي ثوبه شيء من الدم يسير فإنه لا يضر. نعم. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ: هل يؤجر الإنسان إذا استعمل فرشاة للأسنان بدلا عن السواك؟ وهل يكون مصيبا للسنة؟ وهل هناك أوقات للنهي بالنسبة للسواك؟ الفرشاة شيء والسواك شيء آخر، يستعمل الاثنين، يستعمل الفرشاة لتنظيف الفم ولأجل طب الأسنان، لأن يعني الأسنان مصلحة في هذا المركب وهذه الفرشاة، ويستعمل السواك في وقته عند الوضوء وعند قيامه للصلاة وغير ذلك. نعم. من آخر أسئلة يقول الشيخ: ما هي صفة المخالفات عند الوضوء؟ وما حكم الدلك للأعضاء؟ حكم الدلك للأعضاء سنة، والواجب أن يجري الماء عليها، يعمها ولا يبقى شيء منها لم يجري عليه الماء، هذا هو الواجب. أما الدلك فإنه سنة، وأما المخالفات فلا نحصيها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلة هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف جيم، يقول: إذا كان الشخص وهو يتوضأ قد غسل يديه ثم مسح رأسه ثم وجد في يده مكان لم يصله الماء، هل يغسل المكان فقط أو يكمل، أم يغسل اليدين ثم يعيد مسح الرأس؟ إذا كان ما زال الماء، إذا كان لا يزال في الوضوء وأعضاؤه رطبة، فإنه يغسل ما تبقى من العضو ويغسل ما بعده، يغسل ما تبقى من العضو ويكمله ثم يغسل ما بعده ويكمل وضوءه. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: لماذا نجد في كتب الفقهاء بأنهم يقولون أحيانا مقيم وأحيانا مستوطن، هل بينهما فرق في ذلك؟ المستوطن هو الذي يبقى في المكان ويتخذه موطنا دائما، أما المقيم فقد يكون مسافرا ثم يقيم إقامة طارئة في أثناء سفره. نعم. الأخت السائلة مرام تقول: بالنسبة لمسألة مسح المرأة على خمارها، هل هي مقيدة بشروط؟ نعم، اشترط أن يكون الخمار مثبتا، مثبتا بأن يدار منه تحت الحنك ما يثبته على الرأس، أما إذا كان الخمار مفتوحا وليس مثبتا فلا يجوز المسح عليه، فلا يجزئ المسح عليه. نعم. هذا السائل عبد الرحمن من الباحة يقول: فضيلة الشيخ، اقترضت مبلغا من المال من طريق البنك، واشترط علي البنك فوائد ربوية، وكانت المكاتبة على أوراق فقط ولم أرى السلعة، فما الحكم في ذلك مع العلم بأن باقي معي من القرض الذي أخذته من البنك ما يقارب من 30,000 ريال؟ هل هي حلال أم حرام؟ وفقكم الله. هذا بيع وليس قرض. إذا كان اشترى من البنك سلعة بثمن مؤجل يقضي بها حاجته من الوقت الحاضر، يبيعها ويرتفق بثمنها، هذا ما يسمى بمسألة تورق، وفيها خلاف بين العلماء، لكن على القول بالجواز أنه يشتريها ويقبضها ثم ينقلها من مكان البايع ويبيعها في مكان آخر. هذه الشروط: يبيعها في مكان آخر، يبعدها عن البنك ويبيعها على غيره، هذا هو ضوابط وشروط مسألة التورق. أما أن يكون الكلام توقيع على ورق فقط أو يقولون له وكلنا ولا يرى السلعة، هذا من الاحتيال الباطل، وهو احتيال على الربا، فهم يعطونه دراهم بدراهم وزيادة باسم سلعة غير موجودة وغير حقيقية. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل شين ميم صاد من الأردن يقول: أحيانا أصوم يوما وأفطر يوما، ولكن أمي تمنعني وتقول صم الاثنين والخميس فقط، فأيهما الأولى في هذه الحالة، أن أطيع رضا أمي في الصيام أم أبتل على طريقة مأجورين؟ إذا كان صوم يوم وإفطار يوم يحصل فيه خلل في برك لأمك وخدمتها والقيام بشؤونها، فنعم تفطر وتقوم بخدمة أمك والقيام ببرها. أما إذا لم يكن هناك ضرر عليها وأنت لم تقصر في حقها
وإنما تريد الرفق بك فقط، الشفقة عليك، فأنت تقنعها بهذا الشيء وتصوف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مفيصل من الرياض تقول: زوجي أحيانا يا شيخ يستأذن من عمله بدون أعذار طبية، وأحيانا يخرج مبكرا ويوكل من يقوم بالتوقيع عنه، ثم يقوم بكتابة أعذار طبية ومواعيد مزيفة. نصحته يقول أحيانا بأن الجميع يفعل هذا، فما حكم الراتب؟ هل يجوز لنا وأطفالي أن نأخذ من ماله؟ أنت نصحتيه جزاك الله خيرا، وكرري النصيحة معه، وهذا شيء في ذمته، لعله يتوب. ولا يبرر له التساهل الآخرين، لا يبرر له أن يتساهل هو، هل عليه أن يبرئ ذمته وأن يقوم بالعمل ولا يتغيب إلا لعذر شرعي يعطيه النظام الرخصة من أجله، لأن هذا شيء في الذمة، والراتب في مقابل العمل، فلا يأخذ راتبا ولا يؤدي العمل، لا يحل له ذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.